years old. I live in Nigeria. I work currently in Rabat. I am a member of the Yan'Nga Volunteers Association. Je suis Brahim Lachab. Je suis étudiant à l'université de Qadir Iyad, branche de philosophie, et je suis artiste peintre et sculpteur. Et je parle aussi, je parle anglais aussi. Et je suis membre de l'association Yan'Nga, l'association Yan'Nga qui s'intéresse aux écoles et surtout à la restauration des écoles au niveau de peinture, au niveau de la construction aussi. Et voilà, j'espère vous voir ici prochainement dans une expérience inoubliable. زاكوين جداون أمس الله محمد جمعية يان'نغا روح التطوع صيفتينو الجمعية أمين المال غادي نسكر مجموعة الأوراش أتمنى أكون تعجبني إن شاء الله مرحبا بكم دارون غاية الإنجليزي السلام اسمي كريم عضو جمعية يان'نغا روح التطوع أشغل صفة نائب أمين المال أشتغل كأستاذ باللغة العربية أشتغل في هذه الجمعية من حيث التطوع من حيث الانفتاح على أعمال اجتماعية وأعمال بيئية محمد أخراز رئيس جمعية يان'نغا وطالب بكلية الحقوق بمدينة مراكش الجمعية يان'نغا تأسست سنة 2014 في أبريل 2014 وعندها أهداف اجتماعية وبيئية قمنا لحد الآن بمجموعة من الأنشطة ومجموعة من الأوراش اللي ممكن وصلوا لحد الآن لتسعة ديال الأوراش وحنا كأهداف الجمعية تنقوموا بترميم وإصلاح المدارس وتنعاونوا المحتاجين باش نحاولوا نصنعوا واحد الأمل نعطيو واحد نشجعوا على التعليم والتمدرس أزول في اللون اسمي صحيح عزيز المسوق داري 27 عام داري إجازة شعبة الفلسفة مثلا كلية الأدب وعلوم إنسانية سمراك استفانو الجمعية يان'نغا روح التطوع نائب الكاتب الجمعية دار مجموعة من أنشطة تسكر أنشطة هي خيرية بمناطق مهمشة نتمنى أن نعتشكم مرحبا بكم أن تقسم ديدون تجربنا الاسم ديالي نور الدين بن حمو وأنا الكاتب العام ديال جمعية يان'نغا روح التطوع يعني جمعية اللي الأهداف ديالها كلها كتمحور على الأهداف الإنسانية يعني الأهداف النبيلة و كنخدموا على المدارس على المشاريع التنمويه في المناطق المهمشه